برعاية وزارة الثقافة، نظمت الفيدرالية الجزائرية للسلام والإنسانية الملتقى العربي الأول للإنشاد الديني. أردنا أن يكون هذا العرس الإنشادي جسر تواصل يربط المنشدين المتألقين الذين سجلوا أسمائهم بحروف من ذهب في سجل الإنشاد الديني والمديح العالمي. الملتقى كان بمشاركة العديد من المنشدين من الجزائر والوطن العربي عن بعد، وبحضور شخصيات ثقافية وإعلامية وممثل عن السفارة الفلسطينية بالجزائر. الإنشاد الديني بالقبيلية ما نكذبش على أخي، لو كنقول كان لأول اللي يدير في هذا الإنشاد، مانيش الأول، كان من بكري، كان من الجدود. يعني كان لقاء مباشر مع الجمهور ومع الهيئات المختصة والمعنية بالثقافة في الجزائر، وإن شاء الله يكون يعني تواصل أكثر وأكثر إن شاء الله للرقي بالكلمة الهادفة واللحن الشجي إن شاء الله. سعدنا اليوم بلقاء قامات كبيرة من المنشدين الجزائريين والعرب كذلك. هذا الفن يحتاج إلى عناية خاصة ورعاية خاصة، لأنه فن راقي ويسمو بنا من هذه الماديات اليومية. وزيرة الثقافة مليكة بن دودة ثمنت هذه المناسبة الروحانية، مؤكدة على دعمها لمثل هذه المبادرات.